أكدت وزارة الصحة أن الخدمات الصحية العلاجية لفيروس كورونا مستمرة بالمجان للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين تحت إشراف طاقم طبي مؤهل وفقا للإرشادات والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، باعتبار صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى ترتكز عليها جميع الخطط في كافة مراحل تحدي فيروس كورونا كوفيد-19، مشيرة إلى مواصلتها بعزم كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وذلك مع استئناف العديد من دول العالم رفع تعليق الرحلات الدولية ومعاودة تشغيل مطاراتها واستئناف خطوط الطيران والناقلات الجوية وتسيير رحلاتها. ونوهت وزارة الصحة بأنه يتوجب على جميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءا من الساعة 12 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 21 من يوليو 2020 الخضوع للفحص المختبري لفيروس كورونا عند وصولهم المطار، وذلك على نفقتهم الخاصة بتكلفة تبلغ 30 دينارا بحرينيا، حيث يمكنهم دفع تكلفة الفحص عبر تطبيق مجتمع واعي قبل ركوبهم الطائرة متجهين إلى المملكة، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات إلى جانب المنصات الموجودة في المطار والتي تتيح الدفع نقدا وإلكترونيا بواسطة البطاقات البنكية والائتمانية، ويستثنى من ذلك أعضاء طواقم الطائرات والدبلوماسيون والمسافرون ضمن مهمات رسمية والعائدون من رحلات علاجية، حيث ستقوم الجهات المختصة بالطيران المدني بالتنسيق مع شركات الطيران والجهات العاملة بالمطار في هذا الخصوص. وأضافت الوزارة أنه يتوجب أيضا على المسافرين القادمين الخضوع للحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام، إلى جانب ضرورة إجراء فحص انتهاء الحجر الصحي، ويتحمل المسافر تكلفة الفحص البالغة 30 دينارا بحرينيا، كما يتعين على القادمين تحميل تطبيق مجتمع واعي والتسجيل فيه، وذلك استكمالا للإجراءات المطلوبة في استمارة البيانات الطبية والتي تتطلبها الإجراءات الاحترازية الموضوعة للتعامل مع فيروس كورونا. كما أوضحت وزارة الصحة أن على مواطني مملكة البحرين الراغبين في السفر التأكد من الإجراءات المعتمدة في الدول التي يتوجهون لها، كما سيتعين عليهم إقرار تحملهم المسؤولية الكاملة على ما قد يترتب على سفرهم من نفقات صحية أو علاجية أخرى إذا دعت الحاجة أثناء تواجدهم في الخارج، بالإضافة إلى تحملهم تكلفة الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا عند عودتهم إلى أرض المملكة وخضوعهم للبروتوكول المعتمد، وذلك من خلال الموافقة على الإقرار الإلكتروني في تطبيق مجتمع واعي أو توقيع الإقرار الورقي قبل المغادرة. وبيّنت الوزارة أن المسافرين عبر رحلات التحويل الترانزيت لا يخضعون للفحص أو أي من الإجراءات المذكورة، داعية جميع المسافرين القادمين إلى المملكة إلى ضرورة الاتصال على الرقم 444 في حال شعور أي شخص بأعراض الفيروس واتباع التعليمات التي سوف تعطى لهم.